الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن سبع سنين محتسبا كتبت له براءة من النار صدق رسول الله صم على الدنيا وآخرتها ولا تفتر إذا صمت إلا رحمت الرحمن بالوصال صلى ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 يجب ان ي
الله تعالى ولكن يجب ان يكون هناك
Allah, Sadiq, Allah, Nabi, Allah, Rasulullah,
كانت هناك مدينة مدينة
ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان